راديو الأهرام يقدم حكاية في كلمتين. حكاية في كلمتين، أمثال وأقوال كتير بنقولها على راديو الأهرام. هتعرف أصولها وهتعرف جت منين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم حكاية في كلمتين على راديو الأهرام. حكايتنا النهاردة عن واحد من أشهر الأمثال العربية، وهو خدوا الحكمة من أفواه المجانين. إيه حكاية المثل ده؟ الحكاية بترجع لقديم الزمان، لما مات راجل غني في بلد بعيد عن بلده، ولما وصل خبر وفاته لأولاده زعل ابنه الأكبر على فراق أبوه، وحدد يوم لإقامة العزاء بعد أسبوع. لكن إخواته أول ما سمعوا الخبر راحوا لأخوهم الكبير وطلبوه بالميراث، فقال لهم أخوهم الكبير استنوا بس لحد ما ننتهي من مراسم العزاء، وبعد كده نقسم الميراث زي ما انتم عايزين. ولكنهم رفضوا بشدة وقالوا له بإصرار لا، نقسم التركة النهاردة. فرفض هو كمان مطالبهم وقال لهم يا جماعة استنوا شوية، الناس هتقول علينا ايه لو شافونا قسمنا الميراث النهاردة قبل انتهاء العزاء. ولما اشتد الخلاف بينهم قرر الاخوات انهم يروحوا للقاضي، وبالفعل اشتكوا اخوهم للقاضي اللي بعت للاخ الاكبر انه يحضر قدامه. قعد الأخ الأكبر يفكر هيعمل إيه، وبعد تفكير كتير فكر إنه يروح لأحد الحكماء ويكون معروف عنه إنه صاحب رأي صائب علشان يستشيره. وبالفعل راح وحكى له موضوع الخلاف بينه وبين إخواته، وقال له أنا عايز مخرج من المشكلة دي. فرد عليه الحكيم وقال له روح احكي قصتك دي على فلان، ده محدش هيقولك على حل غيره. وكان الشخص اللي قال عليه الحكيم ده معروف عنه إنه مجنون. قال الأخ الأكبر إزاي أروح للراجل ده؟ ده مجنون، إزاي هيقولي على حل في خلاف معرفش يحله العقلاء؟ فرد الحكيم وقال له روح له وهو عنده حل لمشكلته. وفعلا راح الأخ الأكبر للراجل اللي نصحه الحكيم إنه يروح له، وحكى له قصته مع أخواته وخلافه معاهم اللي وصل لحد القضاء. فقال له الراجل روح لإخواتك وقول لهم عندكم حد يشهد إن أبوكم مات؟ فقال الأخ الأكبر للراجل عندك حق والله، إزاي ما فكرتش في الموضوع ده؟ وبالفعل راح الأخ الأكبر للمحكمة وقال للقاضي زي ما قال له الراجل بالظبط. راح القاضي التفت للإخوة أصحاب النزاع وقال لهم عندكم شهود على وفاة أبوكم؟ فقالوا له أبونا توفى في بلد بعيد وجه الخبر ومفيش شاهد على كده. فقال لهم القاضي هاتوا الشهود ونحكم لكم. وفضلت القضية متعلقة في المحكمة لمدة سنة ونص. وقال الأخ الأكبر وهو خارج من عند القاضي فعلا خدوا الحكمة من أفواه المجانين. وقال لإخواته لو كنتم صبرتم أسبوع واحد مش كان يبقى أحسن ليكم؟ يعني أنا دلوقتي لو قلت الحق يستجننوني، وإذا قلت الكذب بيحترموني؟ الناس كده يرتاحوا من الكذب ويتألموا من الحقيقة. صدق اللي قال خدوا الحكمة من أفواه المجانين. وفي النهاية الصبر ممكن يوصلك للي انت عايزه من غير مشاكل أو خلاف، وزي ما بيقولوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع مثل جديد وحكاية جديدة على راديو الأهرام. حكاية في كلمتين. حكاية في كلمتين، أمثال وأقوال كتير بنقولها على راديو الأهرام. هتعرف أصولها وهتعرف جت منين.